مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، هي كانت الفيصل، وهي من غيرت المعادلة حاليا في شارع العراقي وفي المشهد السياسي، حيث كانت رسالة أبلغ ودعت بها القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة. هذا معناه أن المجتمع الدولي متمسك بالمنظومة السياسية الحالية، هذا معناه كانت رسالة واضحة وقالت يجب إيقاف حمام الدم وعلى أصوات الرصاص يجب أن تسكت أصوات البنادق. هذا إن دل على شيء، فهذه رسالات واضحة ومنها مشفرة ووصلت لكل لطرف من هو مقصود. سيد محمد الشياع السوداني، لو تكلمنا من أن نجرد نفسنا من أي خصومة أو من أي ملاحظات، من الممكن هو رفع شعار حكومة الخدمات، من المتوقع إن قدم هذا المشروع وإن طبق البرنامج الحكومي فهذا هو يعتبر الفرصة الأخيرة لقوى الإطار التنسيقي، حيث من خلال قراءتنا الإطار التنسيقي على مستوى قاعدته الشعبية أحزاب تآكلت من الداخل، فقدت الثقة بالشارع وفي جمهورها. من المتوقع، من الممكن لو أتيحت الفرصة وأمضى بعيدا بتمرير حكومة محمد الشياع السوداني، من المتوقع قراءتنا سوف يقدم ما وعد به من حكومة خدمات، على سبيل المثال بحكم أنه تعتبر الفرصة الأخيرة للإطار التنسيقي. نعم. لأن هنالك سوف يكون كسر للإيرادات، منها خصمهم الكبير أكبر قاعدة شعبية في العراق اللي هي التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، ومن جهة أخرى الشارع الاحتجاجي على مستوى التشرينيون وقوى مدنية. هذه الأمور كلها ضغوطات